تحت هذه المآذن والقباب تختبئ الكثير من الوجوه والأنامل التي ما زالت تدافع عن الحرف اليدوية الأصيلة التي تعكس حضارة مصر وتراثها. وكالة الشماعين والتي تقع بالقرب من باب سويلة والمعروفة بصناعة الشموع منذ عصر الدولة الفاطمية. الشمعة بدايتها خيط. بتلك الكلمات بدأ عم حسين الشماعة أحد الشماعين الذين ما زالوا يعملون بهذه المهنة حديثه عن صناعة الشمع داخل هذه الورشة والمحتفظة بطابعها القديم والتراثي والتي تفوح منها رائحة الشموع. بتبدأ من أول الفتلة وليها أذان، بننزلها ونطلعها تاني تتحط على الشماعات. إحنا حاجة بنسميها الشماعات، بناخد دور وبنمشي على الصف كله، يكون الاولاني نشف وقبل ما الاخير ده ينشف كنا نبدا من ايه من المرحله الثانيه اللي بعدين، راق فوق راق فوق راق لغايه ما نعوز التخانه اللي احنا عاوزينها او الزبون التخانه اللي هو عاوزها. وفيما يتعلق بتاريخ الشمع يشير عم حسين الى ان تاريخه يعود لمئات السنين، خاصة في عهد الرومان، حيث كانت الشمعة تصنع من الدهون وشحوم الحيوانات، ولكنها شهدت أيضا تطورا كبيرا عبر العصور. في تطور كتير، تطور اللي احنا أساس اللي احنا في شغل يدوي لغاية دلوقتي، وعملنا شغل مكان تاني وبنعمل شغل مكان تاني وبنطور الدنيا. في ناس بتعدي من علينا، بتلاقي المعرض بتاعنا بره او في الورشه، ياي شمع ده انا بقالي كتير قوي ما شفتش الشمع. وعن الانواع والاحجام اخبرنا عم حسين ان الشمع كان ولا يزال يرتبط بمواسم الاعياد، خاصه الاعراس وحفلات السبوع وايضا في الطقوس الدينيه. في مقاسات طويلة زي شمع الأفراح، شمع الندر بتاع الكنائس أو شمع الندر بتاع الجوامع أو شمع أسبوع، ومفيش أي نوع شمع بنقرض أبداً. قصة وكالة الشماعين بدأت منذ عصر الدولة الفاطمية وكانت تعرف آنذاك باسم سوق القماحين، لكنها تاريخياً هي وكالة وسبيل السيدة نفيسة البيضاء التي أسستها عام 1796، وهي واحدة من أشهر سيدات مصر في ذلك العصر. ندى إبراهيم، مراسل النيل.